الحمد لله، رغم ان الخساره كانت صعبه شويه، ولكن الحمد لله فخور بزاف. تري كونطون باش نكون واحد من هاد الجروب هذا اللي خرج بواحد الباركور لي اكسبسيونيل فهاد لا تورنوا هادي. كنبغي نشكر الدراري كامل على لي زيفور ديالهم بوندون تورنوا كامله، و كنبغي نشكر اوسي ستاف على لي زيد ديالهم على لاكومبانيمون ديالهم بوندون تورنوا كامله، و كنبغي نشكر بزاف الكوتش ديالي على لا كونفيونس اللي عطاني، و كنعتذر للشعب المغربي وان شاء الله الجاي غيكون احسن ان شاء الله بحول الله. وحنا الحمد لله راه قلنا الكلمه ديالنا وتأهنا لكاس العالم، واليوم ربي ما كتبش لينا نفوزوا باللقب، وحنا الحمد لله راه فرحانين بهذا الشيء اللي وصلنا عليه، كاليفيكاسيون الكوب دي موند، فينال كوب دافريك. وحنا الحمد لله راه ما عندنا ما نديرو، هذا هو المكتب. ان شاء الله غنقولوا الكلمه ديالنا في كوب دي موند ان شاء الله، راه ديما مغرب، وكما كتشوفوا راه الدايره تقاتلوا عطاو اللي عندهم، وراه ربي ما كتبش. ان شاء الله حنا الحمد لله راه فرحانين بهذا الشيء اللي درنا وديما مغرب. وما تنساوش تابوناو معنا في لاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.